السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله النهاردة 10/5 موسم سعيد ربع جميع رب، بداية سلسلة فيديوهات مشاتل الفراولة. احنا خلاص يعني متأخرين شوية، في غيرنا الناس زرعت من اسبوع فات، من 10 أيام فاتوا، في ناس زرعت النهاردة، زرعت امبارح، هتزرع بكرة. فاحنا بنقول جبت الكوبايات بتاعتك من مصدر المضمون اللي انت بتثق فيه، هو اتعامل في الكوبايات عنده هناك بطريقته، سلمها لك بطريقته، قسها بطريقته عنده هناك، انت سلمتها بقيت مسؤول عنها خلاص. تلزمك وتبتدي تتعامل معاها بحرفنة ويعني ايه بذكاء. المشاتل بتاعتنا النهارده في ناس حسب الزراعات القديمه بتاعتها قلبت التربه بتاعتها وخدمت وجهزت، وفي ناس عندها تربه قديمه. اللي قلب وخدم وزرع المفروض ان هو غسل ملوحه، المفروض ان الاثنين برضه نفس الثاني اللي هو عنده ارض قديمه، واذا كان يا دوبك حرث، واذا كان قلب ريشه ولا حاجه وخدم وزرع، الاثنين معا او الاثنين مع بعض معانا اول 3 أيام في عمر الشتله. انا شخصيا مش من انصار الرشاشات، اعتمادي على التنقيط. فاحنا بنقول معانا اول 3 أيام من الزراعه بتاعتك بتلاعب شتلتك حسب فهمك للميه للشتله بتاعتك. يبقى انا بدي ميه الصبح، بدي ميه الاخنار، بدي قد ايه الصبح، ما يخصنيش ارض مصفى بتمسك بتاخد ميه كتير، ارض لا بتمسك ميه انا ما يخصنيش، بتدي ساعه 2 3 4 5 الصبح، بتدي ساعه 2 اخ النار انا ما يخصنيش خالص. لاعب شتلتك بالميه حسب استيعاب ارضك للميه. على قد ما اقدر ما اديش ميه الظهر خالص. الثلاث ايام دول انا بتعرف على الارض فيهم، والشتله بتتعرف على الارض، بتطبع، بتطلع من مكان الكوبايه اللي كانت فيه الجدر بتاعي، يبتدي يرشق في الارض بتاعتي. فبياخد معايا 3 أيام بلعبه بالميه. الدليل بتاعي ان انا ناجح ان القلب بتاعي يطلع يبتدي يتحرك جديد. اغلب الارض 50% 60% 70% جابت القلب الجديد، ده دليل ان الجذور بتاعتي ضربت وطلعت من مكان الكوبايه بتاعتي ورشقت في الارض وطبعت في الارض. اصبحت الشكل هنا جاهزه بقى ان انا ابتدي اتعامل معاها بقى. يبقى الارض المقلوبه جديد، الارض اللي كانت مقلوبه وكان مغسوله كويس بالملوحه ومش مغسوله، او المعاملات معانا ممكن شويه ملوحه شويه في يومك حسب الوضع بتاعك. طب الارض بقى لو قديمه، وده ما بننصحش بكده طبعا، انما لو ارضنا قديمه لا برضه بندي ملوحه يعني، وبعد كده نبتدي نبدأ تاني ونبتدي نطلع. يبقى انا معايا في الـ3 أيام الاولانيين انا ما بحطش حاجه للجدر خالص، انا بلاعب الجدر بالميه. الدليل بتاعي قلنا العلم بتاعي، الدليل بتاعي قلب جديد اتحرك كامل طلع جديد من الشتله بتاعتي. نسبه 75% من الشتله بتاعتي حضرت بالقلب ده، اصبحت جاهزه تتعامل مع الجدر بتاعي. الشتله بقى جايه فيها نباتوده، جايه فيها عفن، ايا كان اللي فيها هنبتدي نتعامل معاه بعدين. يعني لما تبقى جاهزه معايا. طب في الفتره ديت بقى على قد ما اقدر، انا ما بحبش الرشاشات، ما تستسهلش الرشاشات. يبقى انا ادي الميه الكافيه بتاعتي الصبح الساعه قلنا 2 3 4 5 اللي يخليني استحمل فتره الحر 11 12 1 2 3 عشان ادي شويه ميه ثاني اخر النهار، ما احتاجش شويه رشاشات. عشان كده احنا سيبناها لك مفتوحه في الميه اللي قبل موجه الحر شويه الحر دول. طيب الورق القديم بتاعي بقى، انا قلت الدليل بتاعي لنجاحي القلب الجديد اللي طالع. لو القلب الجديد اللي طالع معايا كويس وعندي الورق القديم سليم خير وبركه، طب في ورق من القديم ابتدى يروح مني بسبب الجو، يبقى انت ما ظبطتش ميتك اللي قبل الحر. انا عايز الدليل بتاع القلب الجديد، مش ان انا حافظ على الورق القديم. لو حافظت عليه تن ونعمه، انما لو ما حافظتش عليه بس القلب الجديد بتاع طالع وطالع في الـ3 أيام يبقى احنا كده 10 10. لو رشاشات، لو الجو بقى جه يعني شرد قوي وحر قوي واحنا يعني مجبرين قوي، طب اشغل الرشاشات 5 دقائق ولا اشغل التنقيط في وقت الظهر؟ لا، يبقى يعني ضرر اخف من ضرر. يبقى احنا مجبرين لو الجو شرد قوي ما استسهلهاش، لان ده بيرجعني ورا وبيعمل لي مشاكل. لو الجو شرد قوي وحر قوي خلاص ممكن ايه 10 دقائق ربع ساعه حسب المتاح ليك في التنقيط وقت الظهر نديهم في التنقيط، انما الرشاشات لا. انما على قد ما اقدر ما استسهلش دي، لو ميتها الكافيه اللي هي قبل الحر تخليك تستغنى ان انت تزنق وان انت تبقى قلقان وتضطر ان انت تدي ميه وقت الظهر. يعني ده كده ايه اول فيديو لينا في مشاتل الفراوله، بنقول يكون الموسم بتاع الجميع، يا رب تكونوا موفقين في هذا الفيديو. لو بتتابعونا من الفيسبوك يبقى كامل لايك، لو بتتابعونا من اليوتيوب اضغط على زر الجرس، مشاركه في القناه معكم اشرف فيديو، وتواصل متابعه 0 4 7 8 6 1 9 6. شكرا.